كما كتشوف اليوم الجميل والممطر كنتواجدوا في الحاضنه ديال السوسيو اقتصاديه للشباب ديال السد البرنوصي، دونك واحد المشروع جديد اللي هو مشروع بكثرة ما هو دونك كيعطي واحد البرنامج تجريبي، لان كيف ما كتعرفوا دونك بالنسبه للمشاريع الاغلبيه ديالها كتعثر في الاول ديالها في التنشئه ديالها، دونك هذا الشيء علاش جات هذه الحاضنه اليوم دونك بمناسبه ذكرى 18 كيف ما كتعرفوا دونك حصيلات وانجازات ومكتسبات المرحله الثالثه، دونك جات في هذا الاطار هذا دونك باش ان شاء الله نتعداو هذوك نقولوا العقبات او التحديات اللي كتواجه حامل المشاريع. على كيف ما كتشوف هذا الفضاء الجميل اللي كيحتضننا اليوم كاينين الشباب دونك حاملي مشاريع من تراب العماله دونك اللي جاوا سواء باش يستافدوا من الخدمات ديال هذه الحاضنه هذه سواء فضاءات الاشتغال المشترك لي سباس كووركين، ولكذلك دونك كاين واحد لي سباس ديال تينك تانك دي سباس ديال البوت اللي كيوجدوا البرامج اون فيت تنافسيه باش تعطينا مشاريع رياديه على مستوى تراب العماله وباش الشباب ديال العماله دونك يستافدوا من التمويل ومن الدعم والمواكبه. هاد الحاضنه دونك كتحتضن كذلك فيها شركاء استراتيجيين، منها شركاء مؤسساتيين، منها جمعيات، منها فاعلين، ومنها مستثمرين ايضا دونك اللي ومنها ايضا اون فيت جمعيات او لا غنقول منظمات غير حكوميه من خارج المغرب وسقطوا من امريكا، اللي كنعرفوا ان الحاضنه الاولى اللي بانوا في على مستوى الصين، امريكا، اليابان في القوى المتقدمه العظمى، دونك هذا الشيء علاش دونك عندنا شراكات اليوم معهم، وان شاء الله دونك نتمنوا كلنا نقدروا نوصلوا للنتيجه المطلوبه. نحن اليوم نلتئموا في الذكرى 18 للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية تحت شعار حصيلة إنجازات ومكتسبات للمرحلة الثالثة اللي نادى بها سيدنا صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله، والتي كتتجلى في الطفولة وفي الأمومة وفي تشغيل الشباب. الآن حنا في تراب سيد البرنوصي تعرف هذه الذكرى هذه تنشين مجموعة ديال المشاريع الجادة في هذا الحاضنه ديال الشباب اللي كتهتم بالشباب والتشغيل ديالهم وخلق المقاولات. البرنوصي يعتبروا واحد القلعه ديال تجسيد البرامج ديال المبادره من خلال مجموعه المشاريع الجاده والقويه والهادفه اللي كترمي الى تحسين الظروف ديال الشباب، الظروف ديال الام والامومه، وتحسين العيش ديال المسنين وكذلك الاطفال في وضعيات اعاقه.